دخلت الهدنة بين قوات النظام والجيش الحر حيز التنفيذ في مخيم اليرموك، حيث توصل الجانبان إلى اتفاق يحيد المخيم عن الصراع وتقضي بنوده بانسحاب الطرفين منه، على أن يبقى المقاتلون الفلسطينيون من كافة الأطراف داخله. لم تثنها سنينها الطويلة من العمل على إزالة الركام وفتح طرقات المخيم، فاليرموك الذي دخل غرفة الإنعاش مؤخرا بعد اتفاق هدنة بين النظام ومعارضيه شهد اشتباكات تسببت بقتل وتشريد الآلاف على مدار السنة الماضية. جميع أهالي المخيم يشاركون بإزالة التلال الرملية التي كانت تحدد مناطق نفوذ كل طرف ليعود المخيم أخيرا منطقة سكنية. انسحاب المسلحين من المخيم يعتبر أول بنود الهدنة على أمل أن يطبق البند الثاني وتنتهي حقبة حصاره. شوف شو عم يصير فينا حتى نجيب ربطة الخبز. فبنود الاتفاق الذي أنهى مأساة المخيم تقضي بانسحاب كافة المسلحين منه، تليها تسوية أوضاع من يرغب بترك السلاح وتشكيل لجنة من سكان المخيم فلسطينيين وسوريين ودخول فريق مختص لإزالة الألغام وإزالة العبوات الناسفة. كما ينص الاتفاق على فتح الطرقات الرئيسية والفرعية التي تؤدي إلى مخيم اليرموك وتشكيل قوى شعبية مسلحة تشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية تتمركز حول المخيم، وتأهيل البنى التحتية للمخيم وإعادة الخدمات إليه. نريد من منظمة التحرير والحكومة السورية تحييد المخيم. هذا الاتفاق الذي أنهى معاناة المدنيين في مخيم اليرموك اعتبر هزيمة لطرفي النزاع ونصرا للقوى المدنية التي فرضت على الطرفين إخلاءه والانسحاب منه. فالجيش الحر عاجز عن السيطرة عليه بشكل كامل، وهو ما أبقاه رهين الاشتباكات، كما أن جيش النظام شن قصفا عنيفا وعشوائيا على المخيم منذ دخول الثوار متسببا بقتل وجرح مئات الأبرياء، وهو ما زاد الاحتقان الشعبي المناهض لوجوده. اتفاق يعتبر سابقة في النزاع السوري، بانتظار أن تكشف الأيام المقبلة عما إذا كانت المناطق المحاصرة الأخرى كمعظمية الشام وداريا ستشهد هي الأخرى نهاية للحصار. محمد دغمش، العربية.